كي قلعوها مليحه سهلوا الماموريه على لجان لاولادنا، سهلوا الماموريه، ما يقول لك لا غشيتها ما غشيتها، هكا قلعوها رحمه ربي، يقرا مليح ينجح مليح، الا كان خاوي من الاولاد يقعد خاوي، هكا الحمد لله ساكن في قلعوها مليحه. انا امون افي خلوا هذاك الامتحان تاع الخامسه يخلوه كيما كان ليكول نورمال، باسكو لونسيان جينيراسيون كاع نجحت كيما هكا وكان في ليكول نورمال، رايي وهذا والله اعلم. القرار هذا ماشي صائب الله اعلم، انا نظن يخص الامتحانات باش يكون تقييم التلميذ باش يكون مرحله ثانيه، هذه ما تكونش هذه نهائيه باش يكرر السنه تاعه ولا، ولكن يخص يدير هذا التقويم تاعه يعرف يكون هو مؤهل لهذه الدراسه المقبله ولا لا، هذا رايي الخاص والله اعلم، ممكن مخطئ ممكن ما يكون صحيح. انا تبان لي حاجه سلبيه، نورمالمون يديروا لهم باش يعطوهم اوكازيون على الاقل يشوفوا المستوى، ما يطلعش مستوى كما قال لك صفر ماشي حاجه، هذه هي باش يطلعوا موسيوم يطلعوا شويه طالعين مليحه. هذه انا بنتي ثاني كنوا العملي فوتت كيما هكا ما فوتت السيزيام، مي طلعت بلا موين ويت مليحه مليحه لا موين تاعها مليحه، مام الباك الباك ثاني كان يبايع على الاقل يفوتوا يفوتوا كيما ولدي الكبير، وهذه هي شباي نهضر. تشوفي انه الاصلاحات هذه ما تفيدش؟ ما تفيدش باسكو راهم يطلعوا مستوى تحت الصفر كاع، راهم يطلعوا خاويين ما كاش قرايه سواء في البريمير ولا في السيام، نشوفوا بلي مام الاساتذه مام الجيل هذا اللي راه دروكا طالع واعر بزاف والقرايه راهي سافا با، ومن دوك يطلع لي انا الباك بنف موان شي يدير بها؟ ما عنده ما يدير بها، يطلع لي السيزيام بسيس موان، يطلع لي السيام با نيفو با، ما عنده ما هذه هي المستوى يطلعوا به فريمون شي شباب وشكيل، لخاطر كو يطلعوا يطلعوا فور ديريكت كيما غادي يطلعوا ضعاف كيما العوام اللي فاتت كورونا طلعوا ضعاف، هذا ما غادي يزيدوا ثاني يطلعوا ضعاف. شي مليحه خاطرش باش نعرف المستوى تاع الاخر كي تاع التلاميذ كي دايرين، باش يعني كي يطلعوا البروميير وكاع باش ما يطلعوش بالمستوى هاود، عليها لقى او ما يديرهم امتحان تاع السنه التالي. مليحه بصح كاين لازم يراعوا المستوى، باسكو كاين تلاميذ اللي غادي يطلعوا فابل، دونك نورمالمون يديروا حسابهم على هذا الشيء، يطلع صح يطلع هي حاجه مليحه بصح يطلع فاب. يعني تشوف ان هذه الاصلاحات راهي مليحه بصح لازم مراعاه المستوى، ديجا اصلا دوك راهم يقروا يومين ونص في السمانه، دونك نورمالمون يدوا رونفورسي، هذا رايي. بكري مي كنا نقروا كل مونتا برومي كل باراتوار الاولى كومونتير برومي، من بعد كومونتير دوزيام، من بعد كون موايان برومي، من بعد كون موايان دوزيام، من بعد كون في ايتيود مليها تربع كون في ايتيود تروح ليسي. طرق ما فهمناش تروازيام قلاوها سينكيام هودوها دوزيام خلاوها ما فهمنا والو، يقروا ساعة صباح يقروا نص ساعة عشية، ثلاثة ما يقروش، خميس يقروا، جمعة ما يقروش، أنا ريا كومبري، ولينا نمركوا خدمة ندوهم من بعد يقولوا لك يقروا، من بعد يقولوا لك ما يقروش. ما فهمنا والو برنامج ساعة ما يديروا فيه هذا وزارة. أنا ريا كومبري. دوك القراية تزيرت شوية ما راهيش كيما الأول. كنتي تشوفي ميم المحفظة على التلميذ راهي ثقيلة. ها أولا، ثانيا دوك حنا رانا نقروا معاهم شي هما. وهذا القرار تاع السيزيام شوية خاطش ماشي يجي كيما الأول سيزيام. دوك الفرحة تاعنا حنا تاع السيزيام تقعدي تقارعي فيه كيسحب البيام والباك. انا دروك لا يطلع يفوت بلا موان، تسمى النيفو تاعه يطلع ناقص، نورمالمون يفوت بالتمرين بالاخر يعاود امتحانات ويفوت الاخر، قال باسكو لا يفوت غير لا موان تسمى يطلع ناقص. تشوف تسمى ان هذا القرار ما يفيدش؟ لا ما لا انا الاسره هنا ما قالوا والو من التلميذ، هذه هي.